الميادين في مطار دير الزور المحاصر هو والمدينة منذ 4 سنوات من قبل الجماعات المسلحة. الحمد لله في وحدة من المكان فيها خسائر. دخل فريق الميادين إليها في رحلة استقصائية لنقل صورة الصمود والتصدي لأهل دير الزور والجيش السوري في وجه المسلحين. نحن على تماس مباشر مع المسلحين. فدير الزور محاصرة من داعش من الجهات الأربع، إذ يسيطر على المناطق المجاورة لها الرقة والحسكة وحمص عبر تدمر والبادية السورية وصولا إلى البوكمال والحدود العراقية. تم المعركة بالقنابل. هذه الحدود المفتوحة تسهل دخول الذخيرة والأسلحة للمسلحين. فصائل عدة تتصارع للدخول إلى المطار كجبهة النصرة والجيش الحر وصولا إلى داعش في محاولة لتحقيق إنجاز في إحكام السيطرة على المدينة، لكن صمود الجيش السوري والأهالي شكل عثرة أمام تحقيق هذه الأهداف. أمتار يعني أمتار بيننا وبين المسلحين، واسترجعنا النقطة وصارت لنا الجيش نجح في فك الحصار من إحدى الجبهات ويقوم باستهداف المسلحين المحيطين بالمطار بالطائرات أو بالهاون والدبابات. 4 سنوات ولا يزال هذا المطار يصد الهجمات المتتالية يوميا، هجمات بعدد كبير من المفخخات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة والانتحاريين. وحتى هذا اليوم تمكن العسكريون المرابطون هنا في المطار من تطوير قدراتهم القتالية وأساليبهم وصد كل الهجمات، والآن يصدون معظم الهجمات وبوقت قياسي نسبيا.